والآن إلى عالم المال والأعمال والمواد الاقتصادي مع وافية خباب. أهلا بك وافية. أهلا بك محمد، أهلا بك أمير. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من الأخبار الاقتصادية. إذا سنوات عدة وقطاع التكنولوجيا لم يأخذ حصته الكافية في ساحة الاتصالات، وذلك للمشاكل المتعلقة باضطرابات شبكة الأنترنت ليزيد عطب الكابل من متاعب هذا القطاع، ويكون بذلك المتعاملين الخواص الخاسر الأكبر. فوزية مسعدي في هذا التقرير. بالرغم من رسوب الباخرة الدولية المختصة في إصلاح الكوابل البحرية بالإقليم الجزائري وشروعها في عملية الإصلاح، إلا أن عملية إحصاء الخسائر التي ستتكبدها المؤسسات جراء هذا الانقطاع بدأت لتوها رحلتها لدى المتعاملين في القطاع الخاص. بالطبع يكلفنا خسائر، لان احنا اوروزمون اللي عندنا مربوطين على الخطين، دونك احنا اون باسكولي نو كليون سور البال دو اكتويلمون مي افيك اون ديغراداسيون دو سيرفيس، دونك اوجوردي احنا اون سورا اوبليجي دو رومبورسي. بالنسبه للانقطاع اللي صرا هذا تاع الكابل سيمويكات، احنا من ضمن المتضررين، لانه تقريبا 80% من الترافيك تاعنا يمر على الخط هذا. حدث انقطاع الكابل ولدى اضطرابات كبيرة مست شبكة الانترنت بالجزائر، مما تسبب في شلل معظم الخدمات الإدارية، خصوصا وأن الاضطراب مس بدوره خدمة الجيل الثالث. بما يخص لا 3G، بيسكو كي تسقسيني على لا 3G، كاين دونك لو ترافيك انترنت يجي توجور من ليترانجي، يل باس بار لان دي دو ليان. Le lien principal, il est coupé, donc ils vont être redirigés vers le lien secondaire qui est l'Alpal Alger Palma 2. C'est pour ça qu'on va voir que ça va être perturbé, mais moi je bénéficie de l'arrivée de la DSL, parce que la consommation, aslan, elle n'est pas de même. Le hajm de la consommation, moi je kiffe kiffe. Donc la perturbation va être moins visible. أيام قليلة فقط تفصلون عن تصليح هذا العطب ليفسح بذلك المجال لمشاكل أخرى. لطالما أعطت قطاع التكنولوجيا والاتصال الجزائري نكهة خاصة. وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف الخبير في التكنولوجيا يوسف قرار. أهلا بك سيدي. شكرا على الدعوة. مرحبا. نعم سيدي، يعني كخبير في التكنولوجيا، هل إصلاح عطب الكابل يعتبر حلا نهائيا لمشاكل الانترنت؟ هو الإصلاح هذا، يعني العطب هو شيء حقيقي يوقع وأمر طبيعي يوقع حتى لبعض البلدان الأخرى، حتى البلدان المتقدمة، ولكن دائما هم يحضروا وسائل بديلة لتخلي الزبون ما يشعرش بالخلل، حتى إذا شعر بالخلل ولكن لمدة قصيرة، ما دقائق ربما ساعات فقط، ماهيش أيام وين يبقى الإنسان يعني معزول والناس كل تشتكي، الزبائن يعني الخواص اللي في الأشخاص، وخاصة المؤسسات اللي تقدم خدمة الانترنت كما المتعاملين تاع الجيل الثالث ولا المتعاملين اللي قدموا خدمة الانترنت. نعم. وكذلك المؤسسات اللي تستعمل الانترنت في العمل تاعها، في التواصل سواء مع الزبائن ولا مع الشركاء تاعها. نعم سيد يونس، لماذا الجزائر لم اعتمدت على هذا الكابل ولم تعتمد على آليات أخرى؟ من هذا خطأ وقعت فيه اتصالات الجزائر، لأنها تعتمد على خط واحد وتبع 80% من الاتصالات عبر خط واحد وتخلي 20% في الخط الآخر، والمفروض كانت الاتصالات توزع يعني بطريقة متوازية، موش ما بين خطين فقط ولكن ما بين خطوط. لازم تكون عندنا منافذ مختلفة للشبكة الدولية، تستعمل الألياف البصرية البحرية هذه اللي عندنا الآن، وكذلك لازم تستعمل الألياف البصرية الأرضية اللي تمر على البلدان المجاورة، تونس ليبيا والمغرب وغيرها، وكذلك تستعمل الاتصالات عبر الساتل. وفي كل وسيطة من الوسائط هذه تستعمل منافذ مختلفة، لازم تكون عندنا خطوط مختلفة في الألياف البصرية البحرية، باش ما نبقاوش رهائن تاع متعامل واحد ولا تاع بلد واحد. حنا نعرفوا باللي رانا عايشين في يعني في منطقه حساسه شويه، فممكن يعني خلاف سياسي مع بلد ممكن ياثر على المتعاملين وتاثر على العقد اللي يربط ما بين متعامل. وهو كذلك السيد يونس قرار الخبير في تكنولوجيا، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.